رح تعطي اليونانيين معلومات مهمة؟ لك ما في شي صحي لك ضميرك؟ بالعكس يمكن تكون مبسوط لما الناس تتأذى من وراك. انت وقتها رح تكون مبسوط ما هيك؟ لك هدول اليونانيين قتلوا لك ابنك. معقول هالحادثة ما أثرت فيك؟ تعرف ليش أنا هلأ هون يا حسن؟ لخلص الوطن منك وأحميه من غدرك وآخذ بتار الناس. أنا هون لحتى أقتلك. لحتى أتراجع. في عندك سبب واحد يخليني ما أقتلك؟ بظن ما عندك. بلا، في شي بدي اقول لك اياه.